هم كان هو حركة الإصلاح اللي تبناها القذافي من خلال ابنه كانت إيجابية يعني، وكان فيها انفتاحات في مسارات متعددة، سواء على المستوى الحريات، على المستوى التعبير عن الآراء، على المستوى الإعلامي، على مستوى خروج السجناء. سيدي يقول إن من أفضل السنوات اللي مرت في تاريخ ليبيا دكتور، الفترة اللي تم فيها نوع حركة الإصلاحية، هو فيها رفع سقف الحريات من خروج السجناء 2005 إلى 2011، كان فيها هدوء وفيها استقرار، ما كانش فيه أي أعمال عنف تذكر يعني حقيقية، وكان الرأي والرأي الآخر، وكان حتى سقف التعبير عن الآراء كان متقدم، وكان يعني فيه نوع من الانفتاح كبير، خصوصا بعد رجوع الناس من الخارج وخروج السجناء يعني. هذا عموما هو نحن لا سففت وبعدها رجعت. لما احنا رجعنا ما شرطش عليهم، مش ما فيها ما حدث اتصال بينك وبين السجناء. هو انا ما عندي شروط، انا هذيك عندي بس الاراء اللي نطلع فيها كانوا اقتنعوا بها نمشي فيها، كان ما اقتنعوش كل واحد في حاله يعني، ما كانش تبي تشترط على دوله ولا تشترط على بينهم. هو الاتفاق بعدين احنا بعد تجربه اليمن والذهاب لليمن احنا نرجع عليها مهمه جدا، والرؤيه اليمنيه فيها يعني قيم، فيها مبادئ، فيها أسس، وجدت كما قلت أنا رؤية الأمن الداخلي في المصالحة اختلفت معه. ليبيا الدولة المنشودة يأتيكم في الأوقات التالية.